فهمنا ايه، ده ما يعتبرش بلاغ نقدر نشتغل على اساسه. مفيش رقم ميكروباص، مفيش مكان، مفيش جهة محددة نقدر نشتغل عليها، ده مجرد كلام عام. يجي برضو شكوى تانية يقول لك الناس بتاخد المندوبين بياخدوا الناخب ويقولوا له عنوانه ويدوا له الفلوس، ولما يطلع يحاسبوه على الباقي. احنا فهمنا ايه كده؟ مفيش اي تفاصيل. وهكذا رشا المصوتين بواقع 100 جنيه للصوت في الشوارع، اي شارع اي جهة، تجميع عدد كبير من الناخبين داخل ميكروباص ودفع مبالغ مالية لهم، فين؟ انا حبيت بس ادي لحضراتكم صورة مبسطة عن نوعية الشكاوى اللي بتيجي، لان البعض بيعتقد ان الشكاوى التي ترد الى اللجنة فيها تفصيلات ومدققة واللجنة لا تتخذ بشأنها اي اجراءات. عندنا 6 دول في الخارج لم يصوت فيها احد، وباقي الدول 139 مقر سفارة اجنبية في الخارج تم فيها التصويت، على اختلاف حجم التصويت في كل دولة. أنا كده خلصت اللي عندي. في أي أسئلة؟ تفضل. نقطتين اتنين الحقيقة، يعني من سمات الانتخابات في مجملها عملية استخدام المال في توجيه أصوات الناخبين، أو ما يسمى بالريشة الانتخابية، ولفظ سيء السمعة كلمة ريشة انتخابية، يعني كنا نتمنى يعني ان الا يتداول هذا اللفظ الريشه الانتخابيه، يعني الشعب المصري بعطائه وتاريخه يعني لا يحق او لا يستحق الناخب المصري ان يطلق عليه من قبل يعني وسائل الاعلام او ما شابه كلمه ريشه انتخابيه، ويكون المرشح المصري سبب في ذلك. ما هي فندم، هل هناك اجراءات واقعيه ونماذج بالفعل تم احالتها والتعامل معها من خلال الريشه الانتخابيه؟ هذه واحده. النقطه الثانيه، ما هي المؤشرات الخاصة بالتصويت في الخارج؟ وقلنا وعرفنا ان 17.5 تقريبا 17000 ونص من الاصوات من المسلمين في الخارج صوتوا، هل ده مؤشر ايضا؟ هي نسبة ضعيفة لو قلنا بالجولة الاولى من المرحلة الثانية، هل ده ايضا بيعكس الاقبال الضعيف في الجولة الثانية من المرحلة الثانية؟ طيب شكرا لسيادتك. وبالنسبة للشق الاول من سؤالك، في وقائع محددة بخصوص دفع مال سياسي وشراء أصوات ومحاولات؟ فعلا في محاضر بالفعل وأحيلت إلى النيابة العامة، والنيابة العامة ما زالت تجري تحقيقاتها فيها ولم تتصرف بعد. بالنسبة برضو، هل التحقيقات هتطال مرشحين ولا مجرد أنصار المرشحين؟ ده اللي هتسفر عنه تحقيقات النيابة العامة. بالنسبة للشق الثاني من سؤال سيادتك، تصويت المصريين في الخارج أنا شخصيا بعتبره مؤشر على تصويت الداخل، فإذا كانت هناك زيادة في الخارج بيبقى في زيادة في الداخل، إذا كان هناك في نقص في تصويت في الخارج بيؤدي مؤشر إلى نقص التصويت في الداخل. تفضل. على رشوان قناة النيل الأخبار، نقلنا لحضراتكم جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة.